انا قلت تاريخ النادي الاهلي بما ان الاحداث الحاليه فيروس كورونا وتاثيره، الحاضر بالنسبه لك مش واضح، المعالم المستقبل ممكن يكون مظلم، فعندنا تاريخ، عندنا اسم كبير، تاريخ النادي الاهلي هو طريق للحياه. كتاب التاريخ وقراءه تاريخ النادي الاهلي شايفه ازاي، وهل بيتقري صح؟ هو انا يعني عايز اقول لك حاجه، يعني اصعب من كتابه التاريخ قراءته. قراءه التاريخ اصعب من كتابته. ليه؟ لان انت لما بتقرا التاريخ، لو انت قارئ جيد، نظرتك للتاريخ هتبقى اعمق، وهتقدر تصدر احكام وتاخد عبر ودروس. القراءه انت بتبص لها من كذا زاويه، يعني مثلا الكوبايه اللي قدامك دي انا شايفها من زاويه، وانت شايفها من زاويه تانية، ورؤيتنا مختلفه في زاويه ثالثه. التاريخ كده عشان تستخلص منه الدروس، وعشان تفهمه صح، وعشان تشوف الحقيقه مظبوط، لابد ان انت تشوف السياق كامل والظرف التاريخي لكل حدث ايه. ما ينفعش اخد حته صغيره كده من التاريخ واقول مثلا يعني ان اول رئيس نادي الاهلي كان انجليزي وكانت مصر محتله، واصدر حكم، اخد قرار بقى ان لا ده خيانه وده كلام من هنا، حكم غير موضوعي او حكم غير واعي او حكم فيه قدر من الجهل. ليه؟ لان ميتشل انس ده اول رئيس نادي الاهلي، صحيح هو انجليزي، بس لم يكن ممكنا ان يكون هناك قلعه ارضيه اسمها النادي الاهلي من غير واجهه، يعني من غير واجهه بمثل هذه الشخصيه. هذا الرجل كان له نفوذ كبير جدا، وكان هو الامر الناهي في وزاره الماليه او على شؤون مصر الماليه، وبالتالي انت هنا قرار اختياره كان مهم جدا عشان تمرر المشروع. وده قرار، يعني قرار سياسي بالدرجه الاولى بامتياز، يعني موقف سياسي بامتياز. ميشيل انس ده قعد سنه واحده ومشي وخلاص، وملوش اي ذكر في التاريخ، لكن المجموعه اللي عملت دي تصرف سياسي ذكي جدا. فلما انا اقول ميشيل انس بس واسكت، وانسى ان كان اللورد كرومر هو الحاكم بامره في مصر، ان كان ميزانيه مصر كلها الانجليز هم اللي بيحطوها، وكانوا بيصرفوا على الجيش بتاعهم، جيش الاحتلال، من ميزانيه مصر، يعني كان. فانت هنا هنا قراءه التاريخ مهمه جدا. الظرف التاريخي كان شكله ايه؟ الظرف شكله ايه؟ ما ينفعش يعني اشف التاريخ، يعني بطريقه الجزارين، يعني المهم قراءه التاريخ بشكل دقيق. ما ينفعش يعني زي الدبيحه كده واشف منه حته واقول هو ده التاريخ. هو ده التاريخ. فده دي مهم جدا. وبالتالي قرايه التاريخ اصعب من كتابته. اصعب قراءه التاريخ اصعب من كتابته.